بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية لينا في الـ Vector Space في 4.1 اتكلمنا فيه عن الـ RN as Vectors، ماشي، وهنتكلم عن الـ Vector Space. كنا آخر حاجة اتكلمنا عنها How to add Vectors، إزاي نضرب Vector في Scalar، يعني إزاي بنضرب Vector في رقم 2 يو مثلا. شفنا أنه بيمتد بياخد دبل المسافة بتاعته، 3 يضرب في 3 يبقى 3 مرات طوله. طيب النهارده هنتكلم عن some special vectors زي مثلا الزيرو فيكتور. لو انا في الار2 يبقى الفيكتور 0 0 بنسميه الزيرو فيكتور متجه الصفر. طب لو في الار3 هيبقى 0 0 0، لو في الارn هيبقى 0 0 0 وهكذا. ميزته ايه؟ طبعا لو جمع مع اي حد مش هيغير منه حاجه، بيعمل نفس دور الزيرو نمبر في الاعداد. اوكي، الحاجه الثانيه اللي اعرفها النيجاتيف اوف ا فيكتور، يعني مثلا لو انا عندي فيكتور مثلا 3 و4، 3 و4 ده هو ده يو مثلا، يبقى ناقص 3 وناقص 4 ده اسم النيجاتيف بتاعه. لو جمعنا دول يبقى 3 وماينس 3 يبقى 0، و4 وماينس 4 يبقى 0. يعني اي فيكتور يو اهو ده فيكتور يو زائد ناقص ده ناقص يو، ده اسمه ناقص يو. ناقص يعني اضرب الفيكتور في ناقص 1، خلاص. ماينس يو يعني ايه؟ يعني اكنك بالظبط بتقول يو بلس ماينس 1 في يو بيديك الزيرو فيكتور. يبقى فهمنا الفكره دي؟ يبقى الماينس الفيكتور هو ضربه في نيجاتيف 1، اوكي؟ والفيكتور مع النيجاتيف بتاعه بيدي الزيرو فيكتور. لو في الار 3 وهكذا، يبقى اي فيكتور يو مع ناقص يو يدي الزيرو فيكتور. جميل جدا، حلو. وهي المساله اهي جايب لك 3 و4 ناقص 5 والناقص بتاعه هيبقى هنا زيرو، لان هيبقى 3 ناقص 3 زيرو، 4 ناقص 4 زيرو، ناقص 5 ناقص ناقص 5 يعني 0. اوكي، يبقى احنا كده فهمنا مفهوم الزيرو فاكتور. اوكي، تعالوا بقى نشوف مع بعض خصائص الاديشن والضرب في سكيلر في الار ان ان جنرال، سواء ار ان ار 2 ار 3 ار ان ان جنرال. اوكي، properties of addition and scalar multiplication in ار ان. اوكي، اول حاجه يو زائد في هي في زائد يو. ايه ده؟ الخاصيه دي كنا بنسميها ايه؟ ها، كوميتيتيف. يبقى زي بالظبط اعداد 5 زائد 6 هي 6 زائد 5، نفس الكلام. لانك بالظبط لما تقول مثلا 3 و4 this is a vector، طب as plus مثلا 2 و1 هي بالظبط، هيطلع كام؟ هتطلع 3 و2 5 و1 و4 5 مثلا، او خلي ده مثلا ايه 2 وخلي دوت مثلا 9 يا سيدي، 4 و9 كام؟ 13. غيرنا الرقم عشان 5 و5 تقول ده. طب لو خدنا 2 و9 اهي، 2 و9 زائد 3 و4 ها هيبقى 2 و3 ها 5. طب 9 و4 13، يعني فعلا يو زائد في هي في زائد يو. يس، يبقى اول خاصيه دي بنسميها الكوميتيفيتي، كوميتيتيف. طب الخاصيه الثانيه بقى تبديل الاقواس، اللي هي يو زائد الفي هنا هي بالظبط هنا ايه؟ يعني تاخد الاول مع الثاني وتسيب الثالث، هنا تاخد الاول لوحده وتاخد الثاني، دي اسمها اسوشيتيف، تبديل الاقواس، تبديل الاقواس. الخاصيه الثالثه احنا شايفينها الزيرو فيكتور هينضم لاي فيكتور، يعني مثلا لو اخذت اي فيكتور وجمعته على الزيرو هيتغير منه شيء. يعني مثلا لو اخذنا مثلا هنا المساله بتاعتنا 3 و4 اهي لسه مكتوبه 3 و4، لو جيت خدتها وجمعتها مع الزيرو فيكتور او 0 0 ها هيتغير ده حاجه؟ لا، 3 زائد 0 3، 4 زائد الزيرو 4، يبقى اليو زائد الزيرو فيكتور، خلي بالك الزيرو فيكتور بكتبه بيج زيرو كده، هو نفسه اليو، خلاص. جميل، يبقى الخاصيه الثالثه، يبقى هنا اي فيكتور مع زيرو، اي فيكتور مع النيجاتيف بتاعه قلنا زيرو عملناه. طب ده سكيلر، ده سكيلر، السي هنا سكيلر، هيتضرب في الايه؟ في اليو زائد الفي، السي تخش على اليو تبقى سي يو، وتخش على الفي تبقى سي في. طب لو انت عندك اثنين سكيلر زي 3 زائد 4 وهيتضربوا في رقم في فيكتور، هيبقى السي انضرب في الفيكتور والدي تتضرب في الفيكتور، تمام. هنا لا، لو انت عندك هنا مثلا يعني السي في الدي يو، هي السي مضروبه في الدي يو، هي نفسها السي دي في اليو، خلاص. اخر حاجه الواحد في يو يعني يو، بس الواحد في يو يعني يو، خلاص. ال1 تايمز يو هو يو، يعني مثلا اضرب 3 و4 في 1 ادي 3 و4، اضربها في 1 هي 3 و4، لان 1 في 3 3 و1 في 4 4، يبقى 1 في اي يو هو يو، تمام.
يبقى احنا كده فهمنا خصائص الايه الايه المالتيزيشن. هي دي الخصائص دي هتبقى هي دي الاساس بتاع الفيكتور سبيس بتاع ان كل فيكتور ليه انفرس اديتيف انفرس الجمع كوميوتيف واسوشيتيف وفي زيرو فيكتور والزيرو فيكتور ينضاف على اي فيكتور. دي بنمهد للجنرال فيكتور سبيس. اوكي بعد كده ماذا نعد كلمه مهمه قوي في اللينير الجبر وهنسمعها كتير. What's meant by a linear combination of set of vectors؟ يعني مثلا لو انا عندي U وعندي V وعندي W ثلاثة فيكتور في الار ان في الار ان في الار 2 في الار 3 في الـ. يعني ايه linear combination منهم؟ تمسك ال U تضربه في رقم وتمسك ال B وتضربه في رقم وتمسك ال C وتضربه في اي رقم. التركيبة دي يعني تمسك ال U تضربه في رقم 5 مثلا وتمسك ال V تضربه في 3 وده تضربه في ناقص 2. العملية دي يا جماعة بنسميها ايه؟ linear combination من الفيكتور دي. تركيبة زي توليفة. زي انت مثلا واحدة مثلا بتطبخ تحط شوية كذا على شوية كذا شوية كذا. انت بتخلط U و V و W ثلاثة فيكتور ضربت ده في رقم ضربت ده في رقم ضربت ده في رقم وجمعت يبقى دي العملية دي اسمها linear combination. يبقى linear combination والأرقام دي بتاخدها من الريال نمبرز. اوكي. أو عندي ال U وعندي ال V وعندي ال W. جميل. بيقول لي determine the linear combination 2 U. اتنين U يعني همسك ده اضربه في 2 يبقى 2 U اهو يبقى هنا 2 U يبقى هنا هضرب 2 في مين؟ في الفيكتور ده اللي هو 2 و5 وناقص 3. طيب وبعد كده مين؟ ها ناقص 3 V ناقص 3 اهي مين ال V؟ ال V اهو ناقص 4 1 9 ناقص 4 1 9. طيب وبعد كده زائد مين؟ زائد ال W زائد ال W. ال W اللي هو مين؟ ال W اللي هو مين؟ ها مين هو ال W؟ ال W 4 0 2 4 0 2. حلو. عايز اعمل دول. طب اضرب ده في 2 ها هيبقى هنا في 4 2 في 5 هتبقى 10 2 في ناقص 3 ناقص 6 يبقى ده اول فيكتور. حلو. طب اضرب ده في ناقص 3 يبقى هكتب هنا زائد وادخل ناقص 3 هيبقى ناقص وناقص تبقى 12 بالموجب. ناقص 3 في 1 ناقص 3 ناقص 3 في 9 ناقص 27 ماينس 27 زائد 4 0 2. طب بنجمع ازاي؟ بنجمع الفيرست كومبوننت مع الفيرست. يعني مين؟ ها يعني الاربعه مع ال 12 مع الاربعه. اربعه واربعه يعني حجم على الاربعه دي مع الاربعه دي مع ال 12 اربعه و 12 16 4 تبقى 20 يبقى هنا في 20 يبقى ده الفيرست كومبوننت. طب حجم مع مين كمان بعد كده؟ ها احنا قلنا 2 في 5 ب 10 دي 10 10 وناقص 3 7 7 و 0 7. طيب ناقص 6 مع ناقص 27 يبقى ناقص كام؟ 33 و2 موجب يبقى ناقص 31 ماينس 31. يبقى الفيكتور ده هو لينير كومبينيشن من الثلاثه دول. بنقول كده ان الفيكتور 27 وناقص 31 ما هو الا لينير كومبينيشن من مين؟ من الثلاثه دول. لينير كومبينيشن منهم از ا لينير كومبينيشن من الثلاثه دول. حلو قوي. اخر حاجه كل الفيكتور اللي احنا بنسيبها دي يا جماعه بنسميها رو فيكتورز. رو فيكتورز صف ممكن نكتبها في صوره كولم فيكتور. يعني ايه؟ يعني انت بتكتب مثلا سي اكزامبل 1 و 2 تكتبها كده صح؟ ماشي. انا ممكن اكتبها بقى ان كولم فيكتور زي الماتريكس زي كولم ماتريكس 1 و 2 هيبقى دي فيكتور. طب افرض مثلا عندي زائد مثلا عايز اجمع ده مع 7 و 5 مثلا خلاص هكتب هنا 7 وهنا 5 اهي واجمع هجمع الفيرست مع الفيرست يبقى 6 و2 و7 9 يبقى دي اسمها. وهنا مثلا هي عايزين نحسب دي كولم فيكتور 1 وهنا 3 وهنا 7 و5 مثلا هيبقى 1 و7 8. طب 3 و5 8. طب افرض دي مش 5 مثلا افرض دي ماينس 1 ها هيبقى 3 ماينس 1 ها هتبقى 2 بس. يبقى الحكايه دي طريقه كتابه بسميها كولم فيكتور. يبقى ممكن اسميها رو فيكتور اللي احنا بناخدها كل الكتابه دي رو فيكتورز كانت ماشيه معانا كل ده رو فيكتورز. لكن ممكن اخدها از كولم فيكتورز عادي زي كولم ماتريكس العمود في الماتريكس. اوكي كده الحمد لله رب العالمين خلصنا 4.1 نشوفكم في 4.2. اوكي.